البرامج التدريبية والتأهيلية اللي بتختار شباب من شباب الجامعات بتديهم تدريبات معينة وبتعدهم عشان يصبحوا قادة، دي الحقيقة كلها بتبقى مهمة جدا. والمهم فيها انه او مش المهم فيها، احلى حاجة فيها ان هي يبقى فيها قدر كبير من الشفافية. هو الناس بتروح تقدم بشكل معين بطريقة معينة في وقت معين، اللي بيتم اختيارهم لأسباب معينة، وفي النهاية التدريب بياخدوه بيبقى فيه زي مؤتمر صحفي بيتم فيه الإعلان عن اختيار مجموعة من الشباب دول. من وسط 7000 شاب من شباب الجامعات المصرية تم اختيار 50 شاب علشان يصبحوا أو هم تقدموا للالتحاق بالبرنامج التدريبي والتأهيلي للمؤسسة، مؤسسة إعداد القادة. زميلتنا مارينا أمير نقلت لنا جزء من فعاليات مؤسسة شباب القادة، مؤتمر اللي عقدوه اللي تم فيه الإعلان عن بدء تدريب 50 شاب من شباب الجامعات المصرية. إن شاء الله يا رب يتولوا المسؤولية، وإن شاء الله بإذن الله يتم تدريبهم بالشكل الأفضل والأمثل ليهم والبلدهم بإذن الله. نتابع معا. نظمت مؤسسة شباب القادة مؤتمرا لتقديم 50 شابا تم اختيارهم من بين 7000 شاب من شباب الجامعات المصرية تقدموا للالتحاق بالبرنامج التدريبي والتأهيلي للمؤسسة. والله هو الـ YLF أو مؤسسة شباب القادة كانت أول ما بدأت إن هي نزلت الكليات أو الجامعات عن طريق بوست معينة نزلوا وعرضوا الاستمارات التقديم أو كده، وان شاء الله في السنه الجايه هينزلوا باستمارات تانية او تقديمات تانية. انصح الشباب ان هم يقدموا فيها، لان بجد الاستفاده حتى لو ما فيش نصيب او ما كملش الاخر، الاختبارات ذات نفسها بتنمي المهارات. انا من اللي اختارهم في الاخر يبقوا في القاده، في مؤسسه شباب القاده، اللي هيدربوهم يبقوا عندهم مهارات قياديه احسن ويطوروها. احنا مرينا باربع مراحل للتقييم. اول مرحله كانت ابلكيشن بنملاها، وبعد كده بيبقى في انترفيو، بعد كده في تقييم اونلاين على الانترنت. انا النهارده واحد من الخمسين واحد اللي تم اختيارهم بعد اسسمنت كتير جدا وتصفيه عاليه جدا، عملوا فلتريشن على اعلى مستوى بحيث ان يوصلوا ل 50 واحد من اصل 7000 واحد او اكتر. قد ايه الاسسمنتس ما كانتش زي اي اسسمنتس ثانيه، دي كانت حاجه فعلا بروفيشنال بتحاول ان هي توصل لادق حاجه مثلا في مهاراتنا وازاي احنا ممكن نتصرف في المواقف. اتمنى فعلا ان التجربه دي تفيدني انها تشتغل على مهاراتي. الفكره ان الاختبارات دي كانت مختلفه شويه عن اي انترفيو عادي ممكن حضرتك تحضريه، لان هو فعلا كان بيشوف شخصيتك الحقيقيه. يعني ما كانش بتيجي فرصه ان انت مثلا في الانترفيو العادي ممكن تقولي الكلام عنك مش حقيقي، في الاختبارات ديت لا، كان بيحطك في مواقف حقيقيه، فبيقدر فعلا يشوف نقط القوه بتاعتك ونقط الضعف، عشان دي بعد كده ان شاء الله اللي يشتغلوا عليها. متوقع من البرنامج ان هو يكون قوي جدا من اللي احنا شايفينه ده، بكميه الدعم اللي احنا شايفينها من اول يوم، ونفسي بعد كده ان احنا بجد نقدر نحقق حاجه للبلد. من وسط من وسط التقييمات كنت بقول لنفسي انا وصلت لغايه كده، بس انا مبسوطه جدا الحمد لله. لما عديت كنت مبسوطه كتير. هدفي من الموضوع ده كله ان شاء الله هتأهل برنامج الشباب، برنامج الرئاسي لتأهيل الشباب. احنا شركه تدريب، وتم اختيارنا ان احنا نبقى اللي بنساعد YLF ان هم يحققوا هذا التطور للشباب، وهنمرنهم في كذا حاجات في جدارات العمل علشان يبقوا ناضجين لمجالات العمل، وان الناس اللي هم بتعين يبقى عايزين امثال هذه الشباب كتير. كانت قدم عندنا كام؟ كان 7000 طالب، عملنا انترفيوهات ل 3000 طالب، وصلنا ل 1000، عملنا مرحله التقييم الالكتروني ل 1000 طالب. من خلال مرحله التقييم الالكتروني ديت خرجنا اول 200 من الليسته اللي بعتتها لنا الشركه العالميه، واشتغلنا على ال 200 دول في اخر تقييم اللي هو التقييم العملي اللي احنا بنديله مشكله من المشاكل الموجوده في المجتمع، فازاي بيودع حلول ليها. احنا مش هنقف عند 50 واحد بس، هو بشوف ان الاستثمار في الناس زي ما قلت وفي البشر وفي الشباب ده اعظم استثمار ممكن الانسان يجنيه. YLF عايزينها تكبر، وعايزينها تبقى في كل محافظات مصر، وعايزينها توصل تبقى مؤسسه داعمه للشباب حتى بره مصر. خطوات جادة اتخذتها الدولة المصرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في سبيل تمكين الشباب وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية في القطاعات المختلفة.
مارينا أمير، مساء دريم.